بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهارده إن شاء الله أول رسالة هنوجهها وهي رسالة إلى كسول. هسألك كام سؤال كده ولما هترد على الأسئلة دي هتعرف وتتأكد إن الحال اللي أنت عايزها مش هو ده الحال الصح. هل أنت عندك إحساس بالرضا عن نفسك ولا عندك شعور بإن أنت أقل من ناس كتير قوي حواليك اللي لما بتنوي إن هي تعمل أي حاجة بتقوم بكل نشاط وتبتدي فيها. تاني حاجة هل بعد ما جربت النظام اللي انت ماشي عليه من الكسل ده حس ان انت كده انجزت وحاسس ان انت خلاص انا كده مش عايز اتغير انا كل اموري تمام تالت حاجة كم حاجة انت كسلت عنها وسوفت وقلت ان شاء الله هبقى اعملها بعدين وفي ناس كتيرة قوي ابتدت في نفس التوقيت اللي انت كسلت فيه وهم كانوا مبتدوا ومشتغلوا ومعين الناس دي ممكن يكون امكانياتها اقل منك بكتير او مثلا سنهم اصغر منك بكتير بس هو لما نوى ابتدى وانت قلت ان شاء الله هبقى ابتدي وما ابتدتش وهم وصلوا لمرحله ما شاء الله انت بتتمنى انك تكون مكانهم بس حاسس ان انت مش قادر. رابع حاجه كم مره اعترفت فيها ان انت فعلا كسول وانك لازم تتغير لان انت الكسل دمر لك حياتك. طيب يعني انت جاي تبكتنا وتحزننا ولا جاي تقول لنا نعمل ايه؟ لا هقول لك على شويه حاجات كده او مجموعه من الاسباب لو اخدت بيها هتفرق معاك كتير قوي. أول. اول حاجه هي طبعا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان اعلى الناس همه واكملهم الا انه كان بيستعين بالله عز وجل وبيدعو اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، آه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الى اخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان همته عاليه جدا الا انه كان بيستعيذ من العجز والكسل. طيب في بعض الناس كده بتسال تقول يعني هو ايه الفرق ما بين العجز والكسل؟ العجز ان انت ما تبقاش قادر على ان انت تقوم بالحاجه اساسا. يعني ما يبقاش عندك المقدره ان انت تحقق شيء او تعمل حاجه معينه. اما الكسل انك تبقى قادر بس ما عندكش الهمه ان انت تعملها. تاني حاجه بمجرد ما تنوي ان انت تعمل هدف او تحقق هدف معين ابتدي فيه على طول وحضر الادوات بتاعته وابتدي اشتغل فيه لان التسويف هو بريد الكسل. ثالث حاجه اياك وصحبه البطالين، البطالين دولت ممكن يبقى صديق، ممكن يكون رفيق عمل، ممكن يكون معلم او شيخ. يعني ممكن يكون كسول او همته بطيئه وانا شفت مدرسين وتحس ان هو كسول سبحان الله. فاياك ومصاحبه البطالين لان بمجرد ما هتصاحبهم هيخلوك شبههم وهتبقى كسول زيهم. ولكن صاحب اصحاب الهمم ولذلك انت هتلاقي حاجه عجيبه قوي ويمكن في بعضنا جرب الموضوع دوت لو صاحبت حد من اصحاب الهمم وشعر بانك كسول هتحس ان هو ابتعد عنك ليه لان هو هيتضر بيك وبالتالي صاحب اصحاب الهمم هتلاقي نفسك همتك بتعلى رابعا الصبر الصبر ثم الصبر الصبر اهم حاجه ما تستعجلش النتائج من اكثر الاشياء اللي بتوقع الانسان في الكسل هو انه بيستعجل النتائج دايما عايز يبقى بمجرد ما يبتدي يحفظ يلاقي نفسه بيحفظ بسهوله والامور سهله وبسيطه و... ومفيش مشكله عايز بمجرد ما يبتدي يتعلم اي حاجه جديده يبقى ماهر جدا فيها لا اصبر على نفسك لان انت غالبا بتبقى الموضوع ده بالنسبه لك جديد جدا واول مره تعمله فبالتالي عايز تصبر عشان تلاقي النتائج قال تعالى في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا سبحان الله المصابرة والصبر من أهم الأشياء اللي توصلك لنتائج جميلة جدا وجيدة جدا وأخيرا وليس آخرا نصيحة كده جرب أن أنت تبقى نشيط لمدة شهر لو بقيت نشيط لمدة شهر وجربت حلاوة طعم النشاط وأن أنت تبقى راجل ذو همة هتلاقي نفسك عمرك ما هتبقى عايز ترجع للكسل تاني ان شاء الله بعد كده في اخر كل فيديو هنحط مقولة من اقوال السلف وان شاء الله كل واحد فيكم يكتب لنا فايدة آه.. فوق المقولة او هو فهم ايه من المقولة واستفاد آه منها بايه ويكتبها لنا ان شاء الله في تعليق تحت الفيديو جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك